The Sultanate of Oman, one of Arabia's most remarkable. كنوز عمان الطبيعية والنادرة التي لا تتواجد إلا في هذا الجزء من العالم يسرده الفيلم الوثائقي عمان تحت المجهر. الفيلم الذي دشنا في معلم ثقافي بدار الأوبرا السلطانية مسقط، وكأنه يستدعي عامين خلت عندما بدأ تنفيذ المشروع عبر 12 مصورا من مختلف الدول. نستذكر في عمان تحت المجهر تلك اللحظات التي انطلقت فيها فكرة المشروع عام 2014، والرغبة الصادقة في اكتشاف مكامن الجمال والتفرد في البيئة العمانية وتسليط الضوء على ما لم يكتشف بعد من كنوز بلدنا العزيز عمان الغارية. وها نحن وبتشريفكم لنا نشهد نتاج عمل جديد في تلك السلسلة، وبذل فيها الفريق جهدا كبيرا على مدى عامين من العمل المتواصل. الفيلم يوثق حياة كائنات نادرة مثل الحوت الأحدب والنمر العربي والسلاحف الخضراء والذئاب والضباع العربية في رحلة استكشاف وبحث من مصيرة ومسندم وبر الحكمان وجبال ظفار. لن تنتهي قصة الفيلم أبدا، فهو توثيق نادر وستظل الذكرى لدى فريق العمل الذي نجابه الثعابين والأفاعية في الكهوف فيما التقطت الكاميرات الفخية ما لم يكن متوقعا. لم تكتشف بعد عمان بطبيعتها الجغرافية الأخاذة، من رؤوس مسندم إلى أرض اللبان جنوبا تحمل الكثير من المقومات، فأينما تولي قبلتك هناك جمال يأسر الألباب من البحر إلى الصحراء في الجبال. فارس بن جمعة الوهيبي من دار الأوبرا السلطانية مسقط.